النهارده هنعمل تاني جزء من البيس ميكر تايمينج انترفلز اند سايكلز. احنا وي اوريدي هاف اونلي 2 بارتيسيبنتس 5 نايس. I suggest we can wait like 2 or 3 more minutes. Three participants. And when to المحاضرة is advanced pacemaker interrogation وبتشرح ال timing interval. ال timing interval and cycles احنا ابتديناها من شهر بالظبط وقلنا اتكلمنا ساعتها عن ال VVI pacemaker timing intervals and cycles which is the most simple and we also discussed ال T wave over sensing وال لو في noise ايه اللي هيحصل. For the sake in the موضوع يبقى ألطف, we will do that again quickly and then we will go through the different forms of dual chamber pacemaker timing intervals. Topics هتبقى single chamber timing, dual chamber timing, dual chamber pacing modes. I don't think we will have the time to discuss upper rate behavior, like, and it will depend on يعني الموضوع ماشي بسهولة ولا لا. طيب بما ان احنا عددنا قليل جدا, احنا we were like 7 او 5 يعني participants, I suggest انها تبقى interactive. Whoever wants to ask a question or wants to interact, feel free to do that directly. نبتدي اول حاجه اتكلم بسرعه تاني على single chamber timing terminology عشان نفتكر هي ايه, and then we will go to the dual chamber timing terminology. Single chamber is pretty straightforward. عندنا ال lower rate وال lower rate interval وحاجه اسمها refractory period وحاجه اسمها ال blanking period. ال lower rate interval هو اقل حاجه ال pacemaker وال اقل heart rate that the pacemaker will allow to happen. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا we don't want the pacemaker to pace ان الهارت ريت يقل عن 60, فاحنا هنظبط البيسميكر على اللور ريت اوف 60. وهنتكلم يعني ايه انترفل. احنا قلنا الانترفل هو السايكل لينث الميلي سكند, يعني لو الهارت ريت 60 بير مينيت هيبقى اللور ريت انترفل كام تقريبا 1000 ملي سكند. يعني the pacemaker will wait for 1000 millisecond before initiating a new cycle. يبقى ده interval corresponding to the programmed lower rate. It defines the lower rate the pacemaker will pace, أقل حاجة pacemaker هيشتغلها. Starts after every paced or sensed event. يعني pacemaker عمل pacing هيبتدي حاجة اسمها lower rate interval. عمل sensing هيبتدي حاجة اسمها lower rate interval. وends at the next paced or sensed event. يعني lower rate interval ده هيكمل. يا اما حاجه من الاثنين هتحصل, يا اما هيحصل intrinsic event ده اسمه sensed event, يا اما هيحصل ان pacemaker هيتدخل ويعمل pacing فده يبقى اسمه paced event. ده example تحت. لو شفنا اول beat ديت كانت paced وجي وراها QRS completion كان مكتوب عليها VP, فحصل اللور ريت انترفال, ابتدى اللور ريت انترفال هيكمل لحد ما خلص ال 1000 ملي سكند عدوا, فالبيس ميكر ما لقاش حاجه حصلت, فويل ستارت ا نيو كيو ار اس كومبلكس, ادي بيسنج ارتيفاكت وادي في بي فنتيكولر بيس, وابتدى اللور ريت انترفال جديد. اللور ريت انترفال جديد ابتدى وقبل ما يخلص كان حصل انترنسك فنتيكولر اكتيفيتي, فاللور ريت انترفال اكسبايرد كده وابتدت لور ريت انترفال جديده. طيب ايه هي بقى الريفراكتوري بيريود؟ الريفراكتوري بيريود هي تايم احنا بنبروجرامد انتو ذا بيس ميكر during which the pacemaker will not sense anything. يعني will not sense anything, يعني هي ignore will ignore whatever there is. بمعنى ايه؟ تحت
هنلاقي هنا في اول بيست كيو ار اس كومبلكس في بي وابتدى لو ريت انترفل جديد بعد كده ومفروض انه هيبتدي معايا شايفين المستطيل الاحمر اللي تحت دوت ريفراكتوري بيريد. فاللي حصل هنا ايه؟ حصل اللو ريت انترفل خلص وحصل بيسنج ارتفاكت وراه كيو ار اس كومبلكس وابتدى لو ريت انترفل جديد فوق اهو هنا باين جت او جت ان سنسد ايفنت يعني ايفنت بي في سي مثلا لكن البي في سي دي جايه في الريفراكتوري بيريود. طب ايه اللي هيحصل؟ It will not reset the lower rate interval. The pacemaker will ignore that this beat will happen. هسميها VR يعني ventricular refractory. لحد ما lower rate interval يحصل يخلص ويدي ال VP. لكن هي فكرتها ايه؟ المفروض المستطيل يبقى لونه احمر ده اللي هو refractory period. اول جزء فيه خالص اللي هو المستطيل الاصغر هو البلانك دوت ال first portion of the refractory period. During this period the pacemaker ولا هيسنس ولا هيتجاهل اي حاجه بتحصل completely. ف whatever event happening here ولا هيبتدي refractory period ولا هيبتدي lower rate interval. وده هدفه الرئيسي انه يمنع حاجه اسمها كروس توك هنتكلم عنها في الديوال تشامبر. فده هنا بسرعه هنتكلم على ال VPI مود. هنا ده examples ممكن نصغر شوية عشان يبان انا عملت حاجة. هنا ايه عندنا ECG تحت في QRS complexes هنشوف ازاي البيس ميكر بيفكر في ال VVI مود. اول حاجة حصل pacing artifact هنشوف فيه هنا pacing artifact وراه QRS complex فده VP وده هيبتدي ثلاث حاجات. هيبتدي اللاين اللي فوق دوت هو اللور ريت انترفل وهيبتدي المستطيل الاحمر هو الريفراكتور بيريود والمستطيل الاسود اللي هو الفنتريكولر بلانكينج. اللور ريت انترفل مكمل ومفيش اي حاجه حصلت في الفنتريكل لحد ما اللور ريت انترفل خلص ومفيش اي سنس فنتريكولر ايفنت فالبيس ميكر هيدي pacing artifact وراه QRS complex another VP which start the cycle again. ثلاث حاجات هيظهروا lower rate interval refractory period of ventricular blanking ودي هتكمل برضه ما حصلش any event لحد ما lower rate interval expired فهيبتدي VP جديده ودي هتبتدي ثلاثه events refractory period ventricular blanking ولور rate interval. لكن قبل ما lower rate interval ده يخلص حصل intrinsic activity فالبيس ميكر هيحس بيها خصوصا ان هي دي حصلت قبل ما اللور ريت انترفال يخلص فالبيس ميكر هيسميها في اس ventricular sensing. فالventricular sensing ديت will reset اللور ريت انترفال يعني ايه هنبتدي اللور ريت انترفال جديد هنبتدي refractory period وهنبتدي blanking period جديدة و استنى لحد ما يخلص السايكل اكتفي. ففي حد مش فاهم ايه هو ال VVI timing intervals and cycles عشان نخش دلوقتي في ال dual pacemakers which are a bit more complicated. احنا مش هندسكاس ده because we discussed it in details last time وال T-wave over sensing نفس الحكاية. هنبتدي بقى دلوقتي نتكلم على الديوال تشامبر تايمينج الدي دي دي او يونيفرسال مود. ليه مسمينه يونيفرسال مود؟ عشان موست اوف ذا تايم نوت يوزنج ذس موست اوف ذا تايم هي دوت المود اللي احنا بنستعملها في البيسنج وديت ات هاز احنا فاكر هنراجع بسرعه الام بي جي كود ده احنا قلنا هو النومنكليتشر يعني ايه دي 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 الدي الاولانيه هي الشامبر بيست وهنا دي ستاندز فور ديوال اتريوم وفنتريكل يعني ات كان بيست ان ذا اتريوم اور ات كان بيست ان ذا فنتريكل. الشامبر الثانيه هي الشامبر سنس وهنا دي يعني ديوال يعني ات كان بيست ان ذا اتريوم اند ات كان بيست ان ذا فنتريكل. وثالث حاجه الريسبونس تو سنسنج ويتش كان بي تريجرنج اور انهبيشن اند وي ويل سي
ده معناه ايه في الديوال تشامبر بيس ميكر؟ احنا according to الكومبينيشنز المختلفة ديت we have four faces for DDD pacing. يعني ايه four faces of DDD pacing؟ هشرحها دلوقتي. اول حاجة ان احنا عندنا عيان عنده sinus node disease و AV nodal disease. يعني ايه العيان دوت عنده مثلا severe sinus bradycardia وعنده heart block. بمعنى اخر لو العين ده ما عندوش pacemaker his heart will be in complete asystole atrial and ventricular. This patient will depend on the pacemaker for atrial pacing and ventricular pacing. فدوت اول phase AP VP atrial pacing ventricular pacing. لو بصينا على الرسمه ديت هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان العين دوت اول حاجه بيبقى فيه pacing artifact قبل الاتريوم. الاتريوم ما فيهوش اي activity خالص هيحصل pacing artifact وراها بي ويف وبعد كده البيس ميكر هيستنى تايم اللي هو التايم ما بين الاي والفي اسمه الاي في ديلي وبعد كده هيدي pacing artifact اسمها وراها كيو ار اس كومبلكس اللي هي في بي فده اي بي في بي. طيب بعد الفي بي دي ما هتحصل احنا قلنا العين دوت ما عندوش اي electrical activity in his heart فبعد الـ VP هيحصل ان الـ pacemaker هيستنى من الـ V ديت للـ A اللي بعدها حاجة اسمها الـ VA time before initiating a new cycle of atrial pacing and ventricular pacing. فدوت أول phase للـ DDD pacing اللي هو atrial pacing and ventricular pacing. طيب تاني group اللي هو atrial pacing ventricular sensing. طب دول مين العيانين دول؟ دول العيانين اللي عندهم 6 sinus syndrome عندهم disease في الاس اي نود لكن الاي في نودال كونداكشن از نورمال. عندهم مثلا سيفير ساينس بريديكارديا عندهم ساينس بوزز عندهم هو ده ساينو اتريال اكزيت بلوك المهم عندهم disease في الجنريشن اوف امبلس في الاتريوم فدول محتاجين اتريال بيسنج لكن ذا اي في نود از وركينج فاين. فايه اللي بيحصل فيهم؟ البيس ميكر ما فيش اتريال اكتيفيتي هيدي اتريال بيسنج وعمل البي ويف بعد كده الـ AV delay اللي بيحصل normally اللي هو الـ PR interval حصل ventricular sensed event يعني VS وبعدين الـ pacemaker هيستنى لحد ما الـ atrium يشتغل تاني بس الـ atrium مش هيشتغل فدي حاجة اسمها VA delay لحد ما يبتدي another pacing artifact في الـ atrium وراها P wave atrial pacing and then ventricular sensing. فده الشكل التاني ل ال DDD pacing. يبقى الشكل الأولاني atrial pacing ventricular pacing. الشكل الثاني atrial pacing ventricular sensing. طيب الشكل الثالث atrial sensing ventricular pacing ودول معظم العيانين اللي هم عندهم إيه؟ عندهم sinus node شغالة كويس ما فيهاش حاجة خالص وعندهم heart to block على الليفل بتاع ال AV node. طيب دول هيبقى عندهم إيه؟ هيبقى عندهم atrial activity طالعة طبيعية من ال SA node عشان كده اسمها atrial sensing. بعد كده البيس ميكر هيستنى الـ AV time اللي احنا قايلين له عليه ويبتدي يدي pacing artifact وراه QRS complex اللي هي الـ VP والـ cycle will be repeated. دوت atrial sensing ventricular pacing ودوت معظم العيانين. طيب اخر جروب خالص atrial sensing ventricular sensing يعني ده عيان احنا ركبنا له بيس ميكر لكن he does not require pacing all the time. مثلا العينين اللي بيجي لهم sinus pauses لكن في الاوقات الثانيه ما عندهمش pauses ولا حاجه الـ SA node بتاعتهم شغاله كويس in between the pauses فعندهم atrial sensing او عندهم atrial activity طبيعيه طالعه من الـ SA node وعندهم AV nodal conduction normal. فـ in this case هل الـ pacemaker هيبقى شغال؟ لا هيبقى شغال لكن يعني either atrial pacing ventricular pacing في العيانين اللي عندهم sinus node disease و AV nodal disease أو atrial sensing ventricular pacing atrial pacing ventricular sensing
دول اللي عندهم 6 ساينس سيندروم ويز نورمال ايفي نودال كوندكشن، لو اتش ال سنسنج بيتنج عاملين عندهم نورمال اتش نودال فانكشن و ايفي نودال حد الوشه في النت بتاعه يا اما يوقف الوشه يا اما يعمل. ورابع حاجه حد عنده اسئله لحد البوينت ديت؟ كان بلاند ان هو يعمل عايز يعمل له ايه ستريس اف انا في يوم بالظبط عارف لو كلمنا حصل اتقص حاجه اكتر ومن اي حاجه اصلا. طيب احنا كلهم انا في يوم فيوتشر تيم. طيب الدي دي دي تايمينج بارامترز، احنا قلنا في الفي في اي تايمينج بارامترز الموضوع واز فيري سمبل، احنا عندنا هو تشامبر واحده بيحصل فيها سنسنج او بيسنج، فكان عندنا لوور ريت انترفل بس، وكان عندنا ريفراكتوري بيريود واحده في الفنتركل وبلانكينج بيريود واحده في الفنتركل. الدي دي دي علشان الكومبلكسيتي بتاع البيسنج وعندنا اربع اشكال ممكن يحصلوا، فاحنا عندنا كذا حاجه كذا بارامتر ذات كان بي انفولد. اول حاجه اللور ريت واللور ريت انترفل، ده شبه اللور ريت واللور ريت انترفل في الفي في اي. ثاني حاجه حاجه جديده ما كانتش موجوده هناك، الاي في والفي اي انترفل، ودول احنا جايبنا سيرتهم بريفلي في الكام سلايد اللي فاتوا. ثالث حاجه الابر تراكنج ريت اند انترفل، وده مهم عشان هيترتب عليه حاجه اسمها الابر ريت بيهافير. وبعد كده عندنا ريفراكتوري بيريود وبلانكينج بيريود، يعني بعد ما كان عندنا only three في الـ VVI timing intervals عندنا في الـ DDD about five or even more parameters that we need to understand. ايه هو low rate؟ هو low rate هو نفس فكرة low rate بتاع الـ VVI، لكن بعد ما كنا بنتكلم في الـ ventricle بس احنا we want to track the atrium. فكرة الـ DDD is a more physiological method of pacing than the VVI. فكرته ان احنا we want to conserve the HL, the atrioventricular synchrony. احنا we want to track the HM to pace the ventricle. But the lower rate will be on FC definition. The lower rate, the pacemaker will pace the HM in the absence of intrinsic HL events. يعني لو احنا عندنا ال heart rate اللي طالع من ال SA node واحنا حاطين lower rate of 60، فال lower rate ال pacemaker will pace at 60 beats لو ال SA node rate أقل من 60، سواء كان ده عن طريق HL pacing أو عن طريق HL sensing. فال lower rate interval هيبتدي من أول ال أي intrinsic أو paced HL event لحد ال following HL أو HL event سواء كان sensed أو paced. وبيتحسب ازاي؟ بنفس طريقه اللي عم استعملناها في بي بي اي، ان احنا هنقسم 60,000 على اللور ريت، هيطلع لنا اللور ريت انترفل. فلو احنا حاطين لور ريت اوف 60 هيبقى اللور ريت انترفل 1000. طيب اللي بعدها الاي في انترفلز. اي في انترفل دوت ايه الوقت اللي البيس ميكر ويل الاو فروم ذا اتش ال اكتيفيتي تو بي سنس او بيست للفولوينج ventricular activity. ده corresponding لل PR interval. يعني normally ال HM بيكونتراكت وبعد كده ال physiologic AV delay اللي بيحصل في ال AV node and then the ventricle contract، فده يعمل لنا في ال ECG في ال surface ECG QRS PR interval. طيب ده اسمه ايه في ال pacemaker nomenclature؟ اسمه AV delay او AV interval. It's the electric analog of the PR interval allowing for AV synchrony. It is initiated by a paced or a sensed atrial event. يعني يا اما حصل event في ال HM that was sensed by the pacemaker، او ما حصلش atrial sensed لكن حصل ان ال pacemaker هو اللي عمل pacing في ال HM، فده هيبتدي حاجه اسمها ال AV
interval. During the AV interval, the HM is refractory. يعني إيه refractory؟ يعني لو حصل another atrial event, زي مثلاً لو عيان عنده atrial tachycardia, the pacemaker will not respond to this atrial event. Example. هنا ده الexample الطبيعي. ما حصلش atrial activity sense, بس pacemaker راح إدى pacing artifact. والpacing artifact دوت ابتدى الAV interval. الAV interval expired وما حصلش sensed ventricular event, فالpacemaker قرر يعمل pacing في الventricle وعمل الارتفاك ده وراء الQRS complex. وفي نفس الوقت ما ننساش ان في حاجة اسمها lower rate interval ابتدت في نفس الوقت مع الAV interval. يعني الAtrial pacing عمل AV interval وعمل lower rate interval. قبل ما lower rate interval ما يخلص حصل sensed atrial event. فده هيعمل ايه؟ هيعمل حاجتين. هيبتدي a lower rate interval جديد وهيبتدي AV interval جديد. قبل ما الAV interval يخلص سوري عند نهاية الAV interval البيسميكر ما حسش بأي حاجة في الventricle فهيقرر يعمل pacing ووراه QRS complex. ده مش مهم السلايد ده. طيب بقية الAV interval ايه بعد ما الV هتخلص؟ هيبتدي حاجة اسمها الVA interval. الـ VA interval ليه اسم تاني هو الاسم الأكثر شهرة الـ Atrial Escape Interval. يعني إيه Atrial Escape Interval؟ يعني إيه الـ Interval اللي الـ Pacemaker هيستناه لحد ما يبتدي يعمل Pacing جديد في الـ Atrium. هو الـ Interval من نهاية الـ Paced أو Sensed Ventricular Event to the next Atrial Event. Atrial Escape Interval أو من قوسين VA Interval. ودايما بيبتدي بventricular event سواء sensed أو paced وينتهي بHL event سواء برضو HL pacing أو HL sensing. يعني دوت الـ lower rate interval لو هيكمل لآخرته هيتكون من AV interval و VA interval أو HL escape interval. لو بصينا هنا لو حصل HL pacing هيبتدي to ابتدى الحاجة اللي هي مش باينة قوي ديت ابتدى two interval ابتدى lower rate interval وابتدى الـ AV interval. في نهاية الـ AV interval ما حصلش ventricular sensing لكن فالـ pacemaker قرر يعمل pacing في الـ ventricle فأدي الـ pacing artifact وراء الـ VP وده ابتدى حاجة اسمها الـ VA interval. في نهاية الـ VA interval اللي هو نفسه نهاية الـ lower rate interval ما حصلش حاجة في الـ HM فحصل pacing وراء P-Wave اللي هو يبقى دوت عمل سايكل جديدة وهلوم مجرد. يبقى زي ما قلت لكم لو lower rate interval سلنا منه الAV interval هنلاقي الVA interval أو بمعنى آخر lower rate interval equals الVA interval plus الAV interval. حاجة سهلة جدا lower rate interval هو أقل حاجة pacemaker will allow. هيتكون من ايه؟ هيتكون من الوقت من الـ HM للـ Ventricle plus الوقت من الـ Ventricle للـ HM اللي بعدها. ما فيهاش الـ Atrial Escape Interval not programmable. ليه؟ انت مش هينفع تبروجرام كل حاجة. ما ينفعش هو لازم هتبروجرام حاجة من يعني هتبروجرام حاجتين من التلاتة دول. ما ينفعش تبروجرام التلاتة. فاحنا بنبروجرام الـ Lower Rate Interval اللي هو الـ Lower Rate. هنقول الـ Lower Rate مثلا 60. فالـ Lower Rate Interval بقى 1000. وعن بروجرام الـ AV interval مثلاً 200 ملي سكند. فده طبيعي هيطلع لنا VA interval of 800 ملي سكند. مش هينفع نقول له لا احنا عاوزين VA interval يبقى 700 مثلاً. مش هينفع. فاحنا لازم هنبروجرام حاجتين من التلاتة دول. فاحنا we choose the lower rate interval. ليه؟ علشان ده هيحدد لنا المينيمم هارت ريت اللي هو مثلاً 60. وهنحدد الـ AV interval عشان دوت هيحدد لنا الـ AV delay. وده مهم ليه اكنه PR interval فدوت we can choose a physiologic range اللي هو مثلا لحد 225 ملي سكند اكتر من كده اكننا بنعمل first degree heart block. فال VA interval is not programmable. طيب ده نفس الحكايه ده example هنا مثلا احنا محدد ده اللي انا كنت لسه بقوله دلوقتي محددين lower rate interval of 60 أو DDD 60 نسيبنا من الرقم التاني DDD 60 فبقى lower rate interval كام
60 ألف على 60 فبقى اللوريت انترفل 1000 وعاملين الـ AV delay 200 فهيطلع لنا بالطريقة دي الـ VA, الـ VA interval أو الـ Atrial Escape interval بقى 800 ملي سكند. طيب نسيبنا من الكلام ده. يبقى احنا كده اتكلمنا على الـ Lower Rate interval والـ Lower Rate. في حاجة تانية في الـ DDD هو الـ Upper Tracking Rate. طيب في الـ VVI mode مفيش upper tracking rate. ليه؟ because we're not tracking anything. احنا يا اما الventricle شغال فاحنا بنعمل sensing، يا اما الventricle مش شغال فاحنا هنعمل pacing، لكن we're not tracking anything. لكن في الـ DDD mode we are tracking the atrium. ده هو اصلا فكرته انك انت عايز to track the atrium. طيب what if the patient gets paroxysmal tachycardia؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هو most of the time he's in sinus rhythm لكن بيجي له episodes بيبقى الـ atrial rate سريع جدا 150 180 او 200. Do you still want the ventricle to track this very high rate؟ او بيجي له atrial fibrillation. Atrial fibrillation the atrial rate is 300. Do you still want the pacemaker to track this very high atrial rate؟ No, we don't want that. So we set an upper tracking rate. فكرته ايه؟ فكرته هنقول ايه؟ You will follow the atrium لحد الرقم دوت. بعد كده you will not track the atrium as one-to-one conduction. طب ايه اللي هيعمله؟ هيعمل حاجة تانية، حاجة اسمها upper rate behavior that we might discuss this time or not depending on the time. فبس احنا عاوزين نعرف النهاردة حاجة اسمها الـ upper tracking rate. ايه دوره؟ دوره prevents rapid ventricular pacing rates in response to rapid atrial rate. وده the maximum rate the ventricle can be paced in response to sense يعني intrinsic atrial event. It starts with every ventricular sensed or paced event and no ventricular pacing can occur before the upper tracking rate expire. و هنتكلم ايه فكرته؟ يبقى يعني مش هنتكلم فيه in details، لكن لو احنا نبص هنا عندنا هنا sensed atrial event اهو ابتدى. احنا هنا بنتكلم في عيان عنده atrial activity that is really fast really fast. فادي حصل sensed atrial activity، بعد كده حصل AV delay ما حصلش فيها sensed ventricular event لكن في اخرتها البيس ميكر ادى pacing artifact وراء QRS complex فسميها VP. طيب ال VP ده هيبتدي ايه؟ هيبتدي VA delay عشان يحسب ال lower rate interval، وفي نفس الوقت هيحسب هيبتدي حاجه اسمها الابر تراكنج ليميت. الابر تراكنج ليميت ده مهم جدا. ليه؟ علشان هو بيكسب اي حاجه تاني. فديورنج الابر تراكنج ليميت حصل سنسد اتريال ايفنت، ادي سنسد اتريال ايفنت وابتدت سنسد اي في ديلي. في السنسد اي في ديلي خلص لكن ما حصلش اني فنتريكولار اكتيفيتي، فالبيس ميكر هيبص هل الابر تراكنج ريت ده عدى ولا ما عداش؟ لانه لسه ما عداش ف it will not pace the ventricle. It will have to wait until the upper tracking rate limit expires. يبقى هو مش بس ال AV delay has to expire، لا لازم ال AV delay expire وال upper tracking rate expiring. فحصل في النهايه الاكسبيريشن و او الاكسبيريشن سوري مش اكسبيريشن اكسبيريشن بتاع ال upper tracking rate فالبيس ميكر عمل pacing. We will discuss this in more details او يعني هندي له وقت اكتر في اخر المحاضره او في المحاضره الجايه. بس ادينا فهمنا يعني ايه كلمه upper tracking rate و upper tracking rate limit. طيب usually upper tracking rate ده بن program it at camp. معظم العيانين بتوعنا اللي بيركبوا بيس ميكر قلنا هم عيانين ال AV nodal disease او ال heart block، ودول معظمهم بيبقى عيانين يا اما كبار في السن عندهم degenerative AV nodal disease and cannot tolerate very fast heart rates، او عيانين عاملين عمليات مثلا aortic valve replacement or whatever. فمعظمهم we don't want them to be paced at very high heart rate. ف usually بنقول ان ال physiologic lifestyle يعني اللي هو ما فيهوش exercise عنيف ما فيهوش stress توتر جامد فهو usually program it between up to 120 per minute. طيب عيانين مثلا عندهم congenital heart block
او العيانين دول صغيرين في السن او العيانين اللي عندهم 6 ساينس سيندروم من هما صغيرين صغيرين usually we program them to higher upper tracking rate 150 ل 180. يبقى احنا كده اتكلمنا على اللور ريت واللور ريت انترفل، اتكلمنا على الابر ريت والابر ريت ليميت، هنتكلم دلوقتي على الريفراكتوري بيريودز. وفي هنا ثلاثه ريفراكتوري بيريودز مهمين. الفي في اي مود كان في واحده بس، ليه؟ عشان هي في تشامبر واحده هي المهمه اللي هي الفنتريكل، كان عندنا الفنتريكولار ريفراكتوري بيريود. Similarly here we have ventricular refractory period وهي نفس الفكرة بتاعت الventricular refractory period بتاع ال VVI pacemaker. طيب ايه الحاجتين التانيين المهمين جدا؟ حاجة اسمها post-ventricular atrial refractory period. يعني ايه post-ventricular atrial refractory period؟ ده وقت بعد ما الventricle حصل فيه pacing او sensing هيبتدي يعمل refractory period على atrial channel. يعني الventricle حصل فيه ventricular event ونتيجة الventricular event pacemaker will be refractory for some time in the atrium. ليه؟ هنعرف فايدتها دلوقتي. وفي حاجة اسمها total atrial refractory period هنتكلم برضو عنها بعد ما نفهم الPVR. الventricular refractory period هي نفس فكرة VVI mode. It starts with every ventricular event including refractory sensed event. يعني سواء الventricle can pace or sense هيحصل بعديه refractory period. It does not affect لو حصل sensing في ال ventricular refractory period مش هيغير حاجة في ال VA interval. هنتكلم عنها في المودز اللي جاي. في هنا بقى concept لطيف، حاجة اسمها retrograde P waves. احنا عاملين دايما في حسباننا ان العيانين اللي عندهم heart block او عندهم AV nodal disease ما عندهمش conduction من الاتريوم للventricle ومركبين بيس ميكر، ان ما ينفعش يحصل عندهم كوندكشن من الفنتريكل للاتريوم، ما ينفعش يحصل عندهم ريتروجريد بي ويفز. However, this is not always true. If the AV node is not refractory during a ventricular event, the ventricular excitation can be conducted back to the atrium وتعمل ريتروجريد بي ويف. بمعنى ايه؟ بمعنى حصل بي في سي او حصل بيسنج في الفنتريكل، البيسنج دوت ممكن يبقى transmitted back to the atrium retrogradely عن طريق الـ AV node. أو for يعني some reason بقى سنس في الـ atrium، كان حصل ventricular event كبير جدا فالـ ventricular event أو الـ T wave even can be sensed في الـ atrium channel. طب ده مشكلته إيه؟ مشكلته إن these retrograde P waves may be sensed by the pacemaker and result in another AV interval. وهنشوف معناه ايه. يعني حصل بيسنج في الفنتريكل والبيسنج في الفنتريكل دوت رجع تاني للاتريوم عن طريق الاي في نود، فالبيس ميكر مش هيفهم دوت سنس ده نيو ايفنت ولا دوت ريتروجريد ولا ده ايه بالظبط، وبالنسبة له ده انذر ايفنت موجود في الاتريوم اند اي شود ستارت ا نيو اي في انترفل. وهي دي فكره ان احنا محتاجين حاجه اسمها بوست فنتريكولر اتريال ريفراكتوري بيريد. احنا محتاجين حاجه في الاتريوم تقول لها ايه؟ لما الفنتريكل ده هيشتغل اي ايفنت هيجي في الوقت اللي بعده will be refractory we will not respond to it. ف retrograde P waves may be sensed by the pacemaker and result in initiation of an AV interval followed by a ventricular pacing and the VP can in turn result in another retrograde sense P wave. وهي دي فكره البيسميكر mediated tachycardia ودوت نوع من الابر ريت بيهيفير هنتكلم عنه كمان شويه في الاخر. ومن هنا فكره البوست فنتريكولر اتريال ريفراكتوري بيريود اللي هي ايه؟ ذا بي فارب ستارتس، هنسميها بي فارب بقى. بي فارب ستارتس ويز افري سنس اور بيست فنتريكولر ايفنت انكلودينج ريفراكتوري سنس ايفنت. ات رندرز، خلي بالك ده ايفنت حصل في الفنتريكل لكن الريفراكتورينس هتبقى محسوسه في الاتريوم. يعني post ventricular atrial refractory period يعني refractory is المرة دي في الاتريوم. It renders the atrial channel refractory and has no effect on ventricular sensing. The PVARP is intended primarily to prevent sensing of the retrograde P waves اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السلايد اللي فات. Will atrial events sensed in the PVARP do not start an AV delay or AV interval
and are not marked AR. يعني هو البيس ميكر مش هيحس بيها نهائيا. طيب example هنا ده عيان ما عندوش عنده مثلا 6 sinus syndrome فما عندوش atrial activity فحصل هنا ايه؟ حصل pacing artifact وراء atrial pacing البيس ميكر بنسميها AP. هيحصل الـ AV delay ما حصلش اثناء ventricular sensing فهيعمل pacing artifact وراء QRS complex اللي البيس ميكر وراها سميها VP. طب ده هيبتدي حاجتين، هيبتدي في حاجه في الفنتريكل اللي هي بوست فنتريكولار اتريال ريفراكتوري بيريود، وحاجه في سوري اللي هي الفنتريكولار ريفراكتوري بيريود، وحاجه في الاتش ام اللي هي البي فار. طيب ايه فكره البي فار؟ فكره البي فار ان في اخر الكيو ار اس كومبلكس في حاجه هنا جراي مش باينه يمكن لكن انا بشاور لكم عليها، حصل ريتروجريد بي ويف، حصل ريتروجريد كوندكشن في الاي في نود عملت البي ويف دي. طيب لكن ريتروجريد بي ويف دي وقعت في البي فار فالبيس ميكر سماها AR يعني حس بيها لكن طنشها it was atrial refractory. طيب what if ما احنا مش قايلين للبيس ميكر to be refractory during this time يعني ما كناش عاملين البي فار دي ما كانتش موجوده، كان ممكن البيس ميكر بدل ما تبقى AR هتبقى AS والاي اس دي هتبتدي AV delay جديد وتبتدي تدخلنا في تاكيكارديا غير حقيقيه سببها البيس ميكر، عشان كده اسمها بيس ميكر ميديتد تاكيكارديا. فكرة البي فار انه يمنع السنسنج اوف ذا ريتروجريد بي ويفز، وده هياخدنا لحاجه اسمها تارب او توتال اتريال ريفراكتوري بيريود. التوتال اتريال ريفراكتوري بيريود ديت مجموع حاجتين، مجموع الاي في ديلي اللي بيحصل هنا، احنا قلنا في الاي في ديلي الاتريال شانل از ريفراكتوري. يعني ايه اتريال شانل از ريفراكتوري؟ يعني اي ايفنت هيحصل في الوقت الاي في ديلي البيس ميكر ويل نوت رياكت اون ات او ويل نوت انيشيت ا نيو انترفال اون ات. فيبقى دوت اول حاجه الاي في ديلي اللي هو هنا لونه جرين. بعد كده هيحصل بيسنج ارتفاكت وراء في بي او سنس فنتريكولار ايفنت، وده هيبتدي حاجه اسمها البي فارب اللي هو بوست فنتريكولار اتريال ريفراكتوري بيريود. مجموع الاثنين دول على بعض هيبقى اسمه توتال اتريال ريفراكتوري بيريود. يعني الاي في ديلي بلس البي فار هيبقى اسمه توتال اتريال ريفراكتوري بيريود، ودوت عرفناها بتتحسب ازاي. طيب يبقى دي تاني مره نلاقي الاي في ديلي بيتجمع على حاجه عشان يعمل لنا انترفال جديد. اول مره كان الاي في ديلي بيتجمع على الفي اي تايم او الاتريال اسكيب انترفال كان بيعمل لنا لوور ريت ليميت، والمره دي ال AV delay بيتجمع على ال PVAR بيعمل لنا حاجة اسمها total atrial refractory period. بمعنى هنا example لو احنا محددين ال AV delay 200 ملي سكند ومحددين ال PVAR ده programmable قايلين ان ال PVAR 300 ملي سكند هيبقى ال total atrial refractory period is 500 ملي سكند، وهيبقى ال TARP rate TARP يعني total atrial refractory period rate هنقسم 60,000 على 500 وهيبقى 120 ملي سكند. تمام؟ ده مش مهم الكروس توك مش هنتكلم على البلانك. طيب هنتكلم بقى على ما احنا قلنا عندنا اربع طرق الدي دي دي تايمينج او الدي دي دي بيسنج مود ممكن نشتغل فيها ل اي بي في بي او اي بي في اس او اي اس في بي او اي اس في اس. فالدي دي از يونيفرسال مود. ليه هو اليونيفرسال مود؟ اول حاجه هو بيعمل اتريال تراكنج فبروفايدز الاي في سينكروني، دي حاجه. وتاني حاجه الاتريال انترنسك ايفنت بتحصل هتبتدي يعني هنشوف بقى الديتيلز وخلاص. اول مود حاجه اسمها اي بي في بي او اي في سيكوينشال بيسنج. يعني ايه سيكوينشال بيسنج؟ يعني هنعمل بيسنج في الاتش ام، بعد كده هنستنى شويه وقت، بعد كده هنعمل بيسنج في الفنتريكل، بعد كده هنستنى شويه وقت، بعد كده نرجع نعمل بيسنج في الاتش ام، وهكذا. الساينس ريت از بيلو ذا بروجرام لوور ريت، لازم هيبقى كده، ما ينفعش يبقى اسرع منه، يا اما مش هنعمل بيسنج في الاتش ام هنعمل سنس. ثاني حاجه
AV conduction is absent, or فيش AV conduction أو it's very long أو very delayed. يبقى العيان الأولاني جروب الأولاني اللي هو APVP ده عنده sinus rate very slow أقل من lower rate وال AV conduction is either absent or very prolonged. هيبقى شكله عامل ازاي؟ هنشوف. هو ابتدى التريسنج اللي تحت من الفنتر مش مشكلة. ايه اللي هيحصل؟ ما عندناش فنتريكولر اكتيفيتي فهو ابتدى بفي بيسنج. دكتور احمد رجب your camera is on. فالبيسنج ارتيفاكت هيبتدي وراها كيو ار اس كومبلكس فعمل في بيسنج. الفي بيسنج هيبتدي الحاجات المعتاده بتاعته، هيبتدي فنتريكولر ريفراكتوري بيريود، فنتريكولر بلانكينج، وهيبتدي عندنا في اي انترفال او اللي احنا مسمينها هنا ايه كمان اتريال اسكيب انترفال. وفي نفس الوقت هيبتدي في الاتريال حاجه مهمه اللي هي بوست فنتريكولر اتريال ريفراكتوري بيريود اللي during this time اي ايفنت هيحصل will not be sensed in the atrium اللي هي لونها ال VA او ال lower rate ال VA او ال atrial escape interval will expire وفي اخرته ما حصلش حاجه فال pacemaker will pace in the atrium هيعمل atrial pacing وال atrial pacing دوت هيبتدي ثلاث حاجات. اول حاجه هيبتدي ال AV delay sorry هيبتدي ال AV interval وهيبتدي الاتريال ريفراكتوري بيريود الاولانيه اللي هي كورسبوندنج للاي في انترفال الجزء الاولاني. وفي اخر الاي في انترفال ما حصلش اني فنتريكولر اكتيفيتي فالبيس ميكر والبيس ذا فنتريكل عمل الفي بي وده هيبتدي لنا سايكل جديد. هيبتدي كذا حاجه، اول حاجه هيبتدي حاجه لونها احمر في الفنتريكل هي فنتريكولر ريفراكتوري بيريود ودي الفنتريكولر بلانكينج وهيبتدي ال VA interval او ال atrial escape interval وهيبتدي في ال atrium ال PVART ال post ventricular atrial refractory period. هنلاقي بالنا هنا ناخد بالنا ان في ال two rectangles ال red الموجودين في ال atrium دول ممكن يتجمعوا على بعض وهيعملوا لنا ال total atrial refractory period اللي هي corresponding لل paced AV delay وال PVART. طيب في اخر ال VA delay او اخر ال atrial escape interval هيحصل ال atrial pacing اللي بعده و another cycle will happen. The following mode هو ادانا ال pacemaker اللي هي اتكلمنا عنها اخر واحده بس هتكلم عنها تاني واحده اللي هو atrial sensing ventricular sensing. ان عيان ال sinus node بتاعته اسرع من ال lower rate interval ف ال atrial activity will be sensed و has normal conduction في ال AV node فال ال normal activity will be normal conduction. Example اللي تحت ده هو هيبتدي من ال atrium المره دي عندنا sensed atrial event. طيب بعد ال atrial event ده هيبتدي ايه اللي هيحصل؟ حاجة مهمة، أول حاجة هيبتدي الـ AV delay والـ AV delay ده هيمثل حاجتين، أول حاجة الـ atrial refractory period الأولانية وابتدى الـ sensed AV delay. قبل ما الـ AV delay يخلص إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حصل ventricular activity عملت الـ ventricular sensing اللي هو corresponding للـ QRS complex الـ native اللي موجود في الـ ECG تحت. فالـ ventricular sensing ده هيبتدي كذا حاجة، هيبتدي أول حاجة اللاين الاوبليك دوت اللي هو ال VA delay او ال atrial escape interval وهيبتدي ال red rectangle في ال ventricular ventricular refractory period وهيبتدي ال post ventricular atrial refractory period على ال atrial channel والموضوع ده هيستمر لحد ما ال AV delay هنا سوري ال VA delay خلص وحصل sensed atrial event والـ cycle will continue. It's pretty simple يعني ما فيهاش. طيب المود التالتة أو الفيس التالت for DDD mode اللي هو atrial pacing ventricular sensing.
دوت الساينس دايانيلسيك ساينس سيندروم الساينس ريت از لوور ذان ذا بروجرام لوور ريت والافي نودال كوندكشن از بريزرفد. طيب ده طبعا هيبتدي بايه؟ بيست اتشال ايفنت. العيان دوت ما عندوش مش اتشال اكتيفيتي فهيبتدي باتشال بيسنج. الاتشال بيسنج ويل ستارت كذا حاجه. اول حاجه ات ويل ستارت ان اتشال ريفراكتوري بيريود وير اي ستارت الاي في ديلي. الاي في ديلي ما خلص قبل ما يخلص حصل ايفنت في الفنتركل اللي هو سنس باي ذا بيس ميكر عشان كده سماه في اس اللي هو النارو كيو ار اس كومبلكس دوت نيتف. فالفي اس دوت هيبتدي كذا حاجه. هيبتدي الفنتركل ريفراكتوري بيريود, هيبتدي الفي اي انترفال, وهيبتدي البوست فنتركلر اتشال ريفراكتوري بيريود في الاتش ام. خلي بالك ان العيان دوت هو اللي فيري ده المهيئ انه يحصل له بيس ميكر ميديت تايكارديا او اندس لوب تايكارديا. ليه؟ عشان ده اللي عنده نون بالافي نودال كوندكشن. ففي الوقت لو حصل ريتروجريد كوندكشن الافي نود بتاعته شغاله كويس وحصل ريتروجريد كوندكشن وكان فيه هنا بي ويف, it can start a new cycle exactly here لولا وجود البي فار والسايكل هاد كونتينيو. طيب اسرد ودي كان ودي الثالثه ولا الرابعه اللي هي اتشال سنسنج فنتريكولار بيسنج اللي هي معظم العيانين اللي عندهم كومبليت هارت تو بلوك اللي هي اتشال تراكنج مود. الساينس ريت از نورمال اتس اباف البروجرام لوور ريت لكن مفيش كوندكشن على مستوى الايفي نود او اتس فيري سلو. ده هيبتدي بايه؟ هيبتدي بسنس اتشال ايفنت اتشال سنسنج. الاتشال سنسنج دوت هيبتدي الاتشال ريفراكتوري بيريود, هيبتدي الاي في ديلي, والاي في ديلي ده هيخلص وفي اخرته ما حصلش اي حاجه في البنشكل نو سنسنج فايت ويل ستارت بيسنج. فهيعمل ايه؟ هيعمل بيسنج ارتيفاكت وراه كيو ار اس اللي هي الفي بي اللي باينه هنا. فالفي بي دوت هيبتدي كذا حاجه. هيبتدي اول حاجه هيبتدي الفي اي انترفال او الاتشال اسكيب انترفال, هيبتدي الفنتريكولار ريفراكتوري بيريود, وهيبتدي البي فارب اللي هو بوست فنتريكولار اتشال ريفراكتوري بيريود, والسايكل هتكمل لحد الاخر. احنا ممكن نتكلم على الابر ريت بيهيفير عشان نخلص الانترفلز دي. الابر ريت بيهيفير هو البيس ميكر هيعمل ايه لما الهارت ريت او الساينس ريت يوصل للابر تراكنج ريت. البيس ميكر اوبريشن احنا اي ثينك وي هاف ذا تايم ان احنا نخلص البيس ميكر اوبريشن اند تايمينج وين الاتش ريت is at or above the upper tracking rate. ودوت محكوم بحاجتين, الابر تراكنج ريت ده احنا رقم بنحدده, والتارب ريت واحنا قلنا ازاي بنحسبه. التارب ريت هو الاي في ديلي بلس البوست فنتريكولار اتشال ريفراكتوري بيريود اللي هو توتال اتشال ريفراكتوري بيريود. طيب ايه الابر تراكنج ريت؟ فكرته احنا قلناها قبل كده, prevents the ventricle from being paced at rates which are very high زي atrial tachycardia or atrial fibrillation أو أي حاجة شبيهة. The ventricle can never be paced faster than the upper tracking rate and it is giving priority over the other timing intervals. طيب ال total atrial refractory period قلنا it's the sum of the AV interval and the postventricular atrial refractory period. قلنا زي في الإكزامبل هنا ال AV delay plus ال PVAR لو جمعناهم على بعض هيحصل لنا هنلاقي التارب. و during التارب دوت اي حاجه هتحصل هنا will be refractory and the pacemaker will not respond to it. The HM channel is refractory to sensed events that occur during the TARP. Any intrinsic event occurring in the TARP does not start an AV interval, مش هيعمل حاجه, and is not tracked by the pacemaker and does not result in ventricular pacing. التارب ريت هيساوي او التارب احنا قلنا بتساوي ال HL ال AV delay plus post ventricular atrial refractory period. بمعنى لو احنا حاطين ال AV delay 150 ملي سكند وحاطين ال PVARP 350 ملي سكند هيبقى ال total atrial refractory period 500 ملي سكند, ويبقى التارب ريت 60,000 على 500 يعني 120 per minute.
atrial rates with cycle lengths less than 500 او يعني rates اكتر من 120 will result in at least every other intrinsic HL wave falling in the TARP. يعني هيبقى كله هيبقى في واحده موجوده في الاتريال ريفراكتوري بيريد فالبيس ميكر مش هيعمل لها حاجه will not track it واللي بعدها هتبقى بره التارب فالبيس ميكر will track it. يعني only intrinsic event falling outside the TARP will generate an AV delay and a resultant ventricular pace. وده نتيجة كده هيحصل ايه؟ هيحصل حاجة اسمها 2-to-1 block. ال 2-to-1 block مش physiologic بقى او مش pathologic 2-to-1 block. ده pace maker هو اللي هيدخل العيان في 2-to-1 block علشان يحميه من ال very rapid atrial rate. Occurs whenever the intrinsic atrial rate exceeds the TARP rate. At least every other atrial event falling in the TARP when the atrial rate exceeds the TARP rate. بمعنى ايه؟ احنا حسبنا الاكزامبل ان التارب ريت كان 120. طيب العيان بيجي له اتريال تاكيكارديا على ريت 150. فاحنا عارفين كده 150 اكثر من 120 فاحنا عدينا التارب ريت. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان كل واحده وواحده، واحده هتبقى هتقع في التارب will not be conducted. واحده هتبقى outside التارب will be conducted. واحده واحده فنتيجه كده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل 2-to-1 block from the atrium. فالبيسنج اللي هيوصل للفنتركل will be rate cam 75. يبقى result in block of atrial intrinsic events in fixed ratio. Example. عندنا هنا تاكيكارديا ادي في واحده ادي واحده ايه atrial activity وفي هنا atrial activity وفي هنا atrial activity وفي هنا atrial activity. سيبك بقى البيس ميكر قريها ازاي هنفهم هو فهمها ليه قال على دي اي اس وليه قال على دي اي ار. اما حصل سنسنج في الاتريوم ابتدى حاجه مهمه ابتدى الاي في ديلي وابتدى الابر تراك سوري ابتدى الاي في ديلي وابتدى اللور ريت انترفل. اما قبل ما الاي في ما الاي في ديلي حصل بيسنج وراء بيسنج في الفنتركل فاعتبرها في بي والبي في بي دوت ابتدى في الاتش ال شانل حاجه اسمها البي فارت بوز فنتركلر اتش ريفراكتوري بيريد اللي هم مع جمعناهم على بعض لقيناها اللي هي التوتال اتريال ريفراكتوري بيريد. During the total atrial refractory period كانت الاتريال تاكيكارديا شغاله فحصل another atrial event during the TARP. الاتريال ايفنت دوت البيس ميكر شافه بس قرر بما ان هو واقع في التوتال اتريال ريفراكتوري بيريد انه will label it atrial refractory AR and will not start a new cycle بناء عليه. طيب اما ابتدى البيسنج في الفنتركل ابتدى الابر تراكنج ريت كمان يحصل مش بس البي فار ابتدى الابر تراكنج ليميت يتكون فالابر تراكنج ليميت خلص واول ما خلص كان في انذر سنس اتريال ايفنت الاتريال تاكيكارديا لسه مكمله ودي اتعملت السايكل اللي هو اتريال سنسنج فنتركلر بيسنج لكن الاتريال السنس ايفنت اللي بعد او الاتريال ايفنت اللي بعدها وقع في التوتال اتريال او في البي فارت او في التوتال اتريال ريفراكتوري بيريد ذا بيس ميكر ويل نوت اكت ابون ات. اكزامبل على شكل تريسنج اتريال سنس ايفنت هيبتدي الحاجات المعتاده اي في ديلي اللي هو اللي لونه سوري اتريال ريفراكتوري بيريد الحمراء والاي في ديلي اللي هو الاوبليك لاين واخرته حصل فنتريكولر بيسنج ادي بيسنج ارتفاكت وراه كيو ار اس كومبلكس. الventricular pacing هيبتدي حاجات مهمة جدا في الventricular هيعمل ventricular refractory period مش قضيتنا دلوقتي لكن هيبتدي حاجتين مهمين هيبتدي ال VA interval و post ventricular atrial refractory period. ال post ventricular atrial refractory period خلصت وجي وراها atrial sensed event حصل بعد نهاية ال PVARP فال pacemaker سماه AS وال AS ديت هتعمل نفس السايكل اللي هو AV delay ووراها ventricular pacing وده هيبتدي سايكل جديده في الventricle اللي هو ventricular refractory period و false ventricular PVARP. ال PVARP دوت ما خلص قبل ما يخلص كان حصل حاجه حصل atrial event هنا بس وقع في ال PVARP البيس ميكر سماه AR هو شافه بس قرر انه يبقى ريفراكتوري ليه عشان وقع during the programmed PVARP او في الـ PARP ف
it we did not start the cycle. واضطرينا نستنى لحد ما الـ atrial escape interval ده لما يخلص لحد ما حصل الـ next atrial event والموضوع دوت اتكرر. فنتيجة كده بقى عندنا ايه؟ 2-1 block. ادي atrial event وراه QRS complex و atrial event ما جاش وراه حاجة عشان الـ atrial event دوت وقع في الـ PVAR والموضوع اتكرر تاني. طيب الطريقة الثانية البيس ميكر بيرسبوند ليها للأبر ريت بيهيفير حاجة اسمها وينك باخ، شبه الوينك باخ بتاع اللي بيحصل في التايب 1 second degree heart block. It occurs when the intrinsic rate lies between the upper cracking rate and the TARP rate. احنا قلنا الفيكست ال 2 to 1 block بيحصل امتى؟ لو الأبر لو الانترنسك اتشر ريت أكتر من التارب ريت. طيب لو وقع ما بين الأبر تراكنج ريت والتارب ريت في فرق ما بين الاثنين هيحصل gradual prolongation of the AV interval until one intrinsic HL event during the TARP is not tracked and the cycle repeats. هنشوف هو الموضوع can be a little يعني complicated. هيحصل intrinsic HL activity. الintrinsic HL activity دي حصل وراها AV delay والAV delay دوت في اخرته ما حصلش اي حاجه فحصل pacing في الventricle وراء VP وابتدى PVARP جديده. ال following HL event ما وقعش في الPVARP جه بعد ما الPVARP خلصت فابتدى AV delay جديده. لكن الAV delay جديده ال SAV اما جت خلصت كان الأبر تراكنج ريت لسه ما خلصش واحنا قلنا الأبر تراكنج ريت has priority over the other intervals. فلما الـ upper tracking rate خلص والـ SAV كان خلص عملنا pacing في الـ ventricle لكن نتيجة كده إن الـ AV delay هنا بقى أطول من هنا حصل prolongation شوية في الـ AV delay بسبب إن الـ upper tracking rate interval hasn't expired وجات وراه VP. الـ VP نتيجة كده إيه اللي حصل؟ نتيجة كده إن الـ PVARP اترحلت شوية بعد ما كان لازقة في الـ AV delay اللي بعدها بقت داخلة شوية نتيجة الـ upper tracking rate وابتدت PVARP جديدة. نتيجة إن الـ PVARP اترحلت شوية كان الـ HL event اللي بعدها وقع في الـ PVARP وبقى AR. Example بالتريسنجز اللطيفة ديت هذه sensed atrial event هيبتدي ايه؟ هيبتدي HL ال AV delay. AV delay حصل وجي وراه ال paced ventricle و PVARP ابتدى وابتدينا ال HL escape interval او ال VA delay. ال VA delay خلص قبل ما يخلص سوري حصل sensed atrial event. ال sensed atrial event دوت كان وقع بعد الـ PVARP أو الـ PARP بقى ما خلص هيبتدي سايكل جديدة هيعمل AV delay وهيعمل pacing في الـ ventricle لكن الـ pacing في الـ ventricle دوت اتأخر شوية. اتأخر شوية ليه؟ عشان الـ upper tracking rate. الـ upper tracking rate مش باين هنا في الرسمة لكن تقدر تقول إن هو من المسافة دي للمسافة دي وكان لازم نستنى فنتيجة كده الـ AV delay بقت أطول شوية والventricular pacing اتأخر شوية والPR interval هنا بقت طويلة شوية. طيب ايه اللي حصل؟ ابتدينا السايكل الجديدة هنا postventricular atrial refractory period او TARP خلص والventricular refractory period وبعد ما TARP خلص كان لسه الـ VA مكمل لكن حصل another sensed atrial event وحصل نفس الحكاية لكن بدل ما كان الـ AV delay خلص لكن الـ upper tracking rate لسه ما خلص فاضطرينا نستنى واضطرينا نستنى شويه كمان فعمل ventricular pacing نتيجه كده الـ AV delay بقى اطول عشان الـ upper tracking rate ما كانش خلص الـ interval بتاعه وحصل further prolongation في الـ PR interval. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ventricular pacing وده ابتدى حاجتين، ابتدى post ventricular atrial refractory period وابتدى ventricular refractory. هنركز في الـ post ventricular atrial refractory period. قبل ما البوست ventricular atrial refractory period كانت الـ AS اللي بعدها ظهرت. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الـ atrial sensing للـ atrial sensing fixed.
المسافه دي fixed. It's like an atrial tachycardia happening regardless of what we think. هي دي هتبقى شغاله على طول، لكن الريسبونس بتاعتنا هي اللي اختلفت. اختلفت ازاي؟ ان احنا قعدنا نطول في الاي في ديلي، قعدنا نطول في الاي في ديلي عشان نسمح للابر تراكنج ريت ليميت انه يشتغل، لحد ما في واحده حصلت HL event that became refractory عشان وقع في الطرف وما عرفش يبتدي سايكل جديد. طيب امتى يحصل الانكباخ وامتى يحصل ال 2 to 1 بلوك؟ احنا قلنا ال 2 to 1 بلوك بيحصل لو ال HL rate اكتر من الطرف rate. الانكباخ هيحصل ما بين الابر تراكنج ريت والطرف ريت. طيب which is more preferable؟ طبعا الانكباخ is more preferred. ليه؟ عشان السيمبتومز اقل. خلي بالك في الهارت ريت ايه اللي بيحصل لو عدينا الهارت ريت؟ الهارت ريت بتاع العيان كان 120 شغال 130 140 لحد ما وصل 150، فجاه هينزل ل 75. يعني طول ما احنا اقل من الهارت ريت كوندكتنج 1 تو 1، اول ما عدينا الهارت ريت بقى هاف فجاه، بعد ما كان الهارت ريت بتاع 150 هينزل ل 75، فده هيعمل سيمتومز. طب والحاجه الثانيه، طب الانكباخ ايه اللي هيحصل؟ الانكباخ هيحصل جرادوال برولونجيشن وهيحصل اكن في دروب بيت. فديفنتلي الانكباخ ريسبونس احسن بكتير من التارت ريسبونس ال 2 تو 1 بلوك. هنا اكزامبل ايه اللي هيحصل الاول، الانكباخ ولا ال 2 تو 1 بلوك؟ احنا معانا حد لسه مكمل لو اعتبرنا اللور ريت 60 والابر تراكنج ريت از 120 والاي في ديلاي سيبكم البي اي في، خلينا في الاي في ديلي 250 والبي فارب 350. ايه اللي هيحصل؟ ال 2 تو 1 بلوك هيحصل لما التارب يحصل. التارب بيساوي ايه؟ هيساوي 250 زائد 350 يعني 600، يعني التارب ريت 60000، 60000 على 600 يعني 100، والابر تراكنج ريت 120. يعني هيحصل تارب قبل ما يحصل ابر تراكنج ريت، فالعيان دوت لو الهارت ريت بتاعه وصل عدى ال 100 هيحصل 2 تو 1 بلوك على طول، ينزل ل 50 قبل ما يحصل وانكباخ. فالتارت ريت از ليس ذان ذا ابر تراكنج ريت ان بيرف. طيب هنا اكزامبل ثاني، لو كان الابر تراكنج ريت 100 والبي فار 250 والاي في ديلي 150، فهنا ال 2 تو 1 بلوك انترفال او التارب انترفال 500، 60000 على 500 يعني 120. الانكباخ هيحصل امتى؟ الانكباخ هيحصل اول ما الابر تراكنج ريت يعدي، يعني لحد 100، بعد 100 هيبتدي يحصل انكباخ، واول ما يعدي 120 هيحصل 2 تو 1 بلوك، وده اللي احنا عايزينه. عايزين الاول نوصل للانكباخ ريسبونس اللي هي اول ما نعدي الابر تراكنج ريت وقبل ما يحصل التارت ريت. طيب ازاي نعمل دوت؟ ان احنا نخلي البي فارب قصيره، الاي في قصيره، ونخلي الابر تراكنج ريت رقم عالي شويه. I think we'll enough for this time. ممكن نتكلم بقى على البيس ميكر induced او بيس ميكر related tachycardias in a separate lecture. Thank you very much. لو حد عايز يسال اسئله now is the time.